بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بالمحاضرة الماضية غطينا مشكلتين واجهتنا في البنسلينز، مشكلة الاسيد ستابيليتي اند وذر يور دراج ويل بي سوتابل فور اورال ادمنستريشن اور نوت، والمشكلة الثانية شو كانت؟ البيتا لاكتيميز. بالضبط، البيتا لاكتاميز ستابيليتي اند وذر يور دراج ويل بي اكتف اون ريزيستنت سترينز اور نوت. خلينا اليوم نحكي عن قضية ثالثة في البنسلينز اللي هي السبيكترم اوف اكتيفيتي. اوكي، طبعا شو أهمية اني اصنع مركبات بنسلينز يكونوا مثلا اكتيف على الجرام نيجاتيف، الجرام بوزيتيف، البرود سبيكترم؟ طبعا عشان يكون ايش؟ عشان يكون عندي وايد كفرج فور اولموست اول بكتيريال سترينز. فبنسلينز في عندي بنسلينز بيشتغلوا جرام بوزيتيف، اذا كان الانفكشن جرام نيجاتيف في عندي بنسلينز بيشتغلوا جرام نيجاتيف اند سو اون. اوكي، اند وذر ذي كان بي يوزد الون اور ان كومبينيشن. في كثير من الحالات بنضطر نعطي البنسلين ان كومبينيشن، زي ما راح نشوف اليوم لما نحكي عن اللي هم الكاربوكسي واليوريدو بنسلينز. اوكي، هسه بالنسبه للسبيكترم اوف اكتيفيتي حكينا احنا نقطه مهمه لما قارنا بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، متذكرين؟ which one of them has a lipophilic envelope؟ مين فيهم له جرام بوزيتيف دكتور؟ الجرام بوزيتيف mainly with a lipophilic envelope. فاذا لما مركب البنسلين يكون lipophilic بتوقع وين يكون اكتيف مور؟ على الجرام بوزيتيف. بالمقابل الجرام نيجاتيف الانفلوب تبعها a little bit less lipophilic، وخصوصا في عندي بورينز ممكن الدواء تبعي حتى لو كان بولر يدخل عن طريق البورينز into the bacterial cell. عشان هيك بنلاحظ احنا راح نلاحظ كل ما زادت البولاريتي of your drug كل ما صار مركبك شو ماله More active. على جرام نيجاتيف. بالضبط. طيب فخلينا نشوف، طبعا it's all about the substitution على الالفا كاربون. بنلاحظ انه كل اشي قاعدين بنعمله على الالفا كاربون، فالاكس هنا طبيعتها راح تحدد whether you drug will active on gram positive ولا gram negative ولا both. فلما اضيف hydrophilic group على الالفا كاربون راح تزيد الاكتيفيتي على الجرام نيجاتيف، ودخول دواي راح يكون ثرو بورينز. اوكي، من اشهر المجموعات الامينو بنسلين، وبهاي الحاله شو الاكس راح تكون؟ هيدروفيليك. لا، شو الاكس الجروب؟ امين. والكاربوكسي بنسلين شو الاكس راح تكون؟ كاربوكسيليك اسيد. بالضبط، كاربوكسيليك اسيد. واليوريدو بنسلين بتكون الجروب عبارة عن يوريدو، راح نحكيها بعد شوي. طبعا أمينو بنسلين حكينا عن الأموكسيسلين والأمبسلين، كاربوكسي حكينا عن الكاربنسلين والتيموسلين، واليوريدو راح نحكي عن مركبات مشهورة زي البايبرسلين والتيكارسلين والماء المزلو والأزلوسلين. نبلش بالامينو بنسلين، وتقريبا احنا حكينا عنهم لما حكينا عن الامبسيلين والاموكسيسيلين. في عندي هنا امينو جروب has improved the polarity of my compound، فمينلي الامبسيلين والاموكسيسيلين حافظوا على الجرام بوزيتيف وصاروا اكتف كمان وين؟ على بعض انواع الجرام نيجاتيف. اوكي، ما بدنا ننسى واحنا بنشرح عن كل هاي المركبات اللي هي هل هاي المركبات بتنعطى اورال ولا ما بتنعطى اورال، هل هي اسيد ستيبل ولا اسيد ريزيستنت، هل هي سنسيتيف للبيتا لاكتاميز ولا ات ويل بي ديسترويد باي بيتا لاكتاميز او ريزيستنت تو بيتا لاكتاميز. طيب اول شيء الامينو جروب هاز امبروفد ذا جرام نيجاتيف اكتيفيتي. اوكي، طيب هل الامينو جروب اذا مذاكرين محاضره المره الماضيه الكترون withdrawing ولا donating؟ withdrawing. اذا هل راح يكون مركبي acid stable ولا acid resistant؟ acid resistant.
بالضبط. أسيد ستيبل هي نفسها الأسيد ريزيستنت. أسيد ريزيستنت بالضبط. هل الأمينو جروب بلكي جروب؟ لا نو مول. إذن مركباتنا بعدها شو؟ تتكسر بالبيتا لاكتميز. بالضبط. destroyed by the beta lactamase. و if you remember حكينا مقارنة بين الأمبسيلين والأموكسيسيلين وجود الـ OH group هاي شو حكينا دورها؟ مين بتذكر؟ دكتور إنها بتشبه البيبتايد السيستين فبترتبط على الترانسبورتر أكثر على الأكتيف ترانسبورتر. بتشبه البيوفيل. بتشبه البيبتايد أكثر وبتشبه السيستين أكثر بهذا الموقع. لا مش السيستين، التايروسين. التايروسين. طيب تمام إيه. تمام تمام. إذا وجود الـ OH group خلى مركبي بيتر absorbed by dipeptide transporter. Why? Because by adding the OH group, my compound will be more similar to peptide. Okay? فهنا سيستين، هنا فالين، سيستين، تايروسين. فكأنه صار tripeptide. اوكي. فاذا من غير المستغرب انه الاموكسيسيلين له بيتر اورال افيلابيلتي ذان الامبسيلين. اوكي. طيب in order to improve further the absorption from GIT هل بدي اخلي مركبي ان ايونايزد ولا ايونايزد؟ ان ايونايزد. ان ايونايزد بالضبط. ففي عندنا مشكله بهاي المركبات انه فيها كاربوكسيليت وهي راح تكون نيجاتيفلي تشارجد وين؟ بالانتستين. وعندي بالاضافه لهي الامينو جروب راح تكون بوزيتيفلي تشارجد وين؟ بالانتستين. In order to improve the oral absorption ممكن انا اصنع برود دراج من هاي المركبات بحيث اني اغطي الكاربوكسيليت على شكل ايش؟ طلعوا شو هاي الجروب؟ فانكشنال جروب. استر دكتور. استر دكتور بالضبط. استر جروب. هل هذا المركب اكتف بهذا الشكل؟ لا. واي؟ دكتور يمكن انه ما راح يرتبط بالانزيم لانه الكربوكسيلات غطيناها، حكينا انا راح تعمل ايونيك مع الغايسين. بالضبط. لازم تكون اسينشال. اسينشال لازم. بالضبط. لازم تكون اس ماينس. الكربوكسيليت از اسينشال فور بايندينج. عشان هيك احنا شرحنا الاس اي ار يو ريمبر. فلما نحكي عن الاس اي ار مهم اني ما انسى هاي الشغلات. فاذا هذا المركب از فارماكولوجيكالي ان اكتيف. ات از ا برو دراج. ات ويل بي هايدرولايزد تو جيف ذا امبيسيلين. اوكي. تخيلوا البكم بسلن تحسنت الابزوربشن 50% اكثر من مين؟ من الامبسيلين وحتى كمان من الاموكسيسيلين. يعني تقريبا صارت يمكن احسن من الاموكسيسيلين من ناحيه الاورال افيلابيليتي. مفهوم؟ طيب طبعا هذا هو الترانس سوري الترانسبورتر بيبتايد ترانسبورتر ومن اشهر البيبتايد ترانسبورتر في الجي اي تي إيش بنسميه اللي هو HBIB-T1 فهو خصيصا للداي والتراي بيبتايد. فإذا ممكن مركبي أصنعه يشبه البيبتايد ساعتها شو بنسميهم؟ بيبتايدو مايميتك دراجز. فهاي المركبات could be absorbed actively by the peptide transport. من أشهرهم البنسلين، في عنا الأيس إنهيبيتر، في عنا مركبات أنتي كانسر، في عنا البرودراك تبع الأسايكلوفير. هاي الشغلات كلها راح نتعلمها إن شاء الله. يعني الأسايكلوفير راح نحكي عنه بالأنتي فايرال دراكس. فأنا ممكن أستفيد من هاي الخاصية لتصنيع برودراك من مركبي for better oral absorption. أوكي؟ طيب هون ما في داعي نشرح. يعني هون بيحكي عن الكيميكال بروبرتيز أوف أموكسيسيلين، إنه في عندي هاي الكربوكسيليت acidic, amino group basic, and the phenol slightly acidic. بس كل ما صار على مركبك ionizable group أكثر، كل ما صار الامتصاص تبعه أقل، إلا في حالة الأموكسيسيلين حكينا إنه راح يصير له امتصاص عن طريق مين؟
البيبتايد وترانسبورتر. ترانسبورتر. طيب خليني هسه اجي على ال البرودرج من الامبسل. طبعا انا راح ارسم بس رسمه توضيحيه هيك. تخيل هذا الاستراكشر تبع مين؟ الامبسلين، وطالع منه كاربوكسيليك اسيد. هاي الكاربوكسيليك اسيد على كاربون نمبر شو؟ 3. اوكي، حكينا شو بدنا نعمل احنا بالكاربوكسيليك اسيد. هاي بدنا نعملها على شكل ايش؟ استر. فمثلا خليني اعمله اصغر استر على الوجود اللي هو ايش؟ شو هذا بنسميه؟ مين بيعرف؟ الميثيل استر، صح؟ اخذنا التسميه تبعت الاستر بالاورجانيك كيمستري، فهذا اتز ميثيل استر. سامعيني شباب؟ اه دكتور سامعين. طيب هسه هون الميثيل استر، طبعا ليش انا بفكر دائما بالبرودرج اني اعمله على شكل استر؟ مين بيعرف؟ اه يا احمد دكتور، لان دكتور على الهيدروليسيس بتصير الهيدروليسيس بشكل سريع. بالضبط. اذا اول ميزه للاستر انه بتكسر بسرعه، وثاني ميزه انه الاستريز انزيم it is available almost everywhere inside our body. اذا انت ما بتخاف وين ما وصل دواك احتمال يصير له ايش؟ اكتيفيشن. طيب المنطق بيحكي اصغر استر المفروض يتكسر اسرع شيء، صح ولا غلط؟ وهذا هو اصغر استر ممكن انا اصنعه من الكربوكسيليك اسيد. طبعا على غير المتوقع the methyl ester of ampicillin was slowly hydrolyzed by esterase. إذن على غير المتوقع الميثيل إستر مع إنه صغير تكسره بالإستريز كان بطيء. ليش؟ خليني أشرح لكم ليش. تخيل طبعا الإستريز هو إنزيم، صح ولا غلط؟ تخيل هيك شكل الإستريز، الأكتف سايت تبعت الإستريز، والسايت اوف هيدروليسيس في هذا الموقع هنا. يعني لازم الاستر جروب توصل في هذا الموقع عشان يصير لها ايش؟ هيدروليسيس. هيدروليسيس، وهذا الاشي تعلمناه بالميديسينال 1 اذا متذكرين. حكينا الاكتيف سايت احيانا بكون كبير، بس السايت اوف كاتاليسيس بكون ببوكت معينه صغيره بسبب وجود الامينو اسيد اللي راح تعمل هيدروليسيس. طيب هسا بسبب وجود البلكي استراكشر من البنسلين، هذا الاشي راح يعيق دخول البنسلين deeper inside the active site of esterase. اوكي طيب يعني شو معنى الحكي هذا؟ هل الاستر بوند هاي راح توصل على السايت اوف هيدروليسيس؟ لا. يعني تخيل هذا حجمه كبير، it will stuck زي كأنه بيعلق بالopening of the binding site. فإذا عشان هيك من غير المستغرب إنه المثل إستر مع إنها صغيرة إنه ما صار hydrolysis. المشكلة مش بالإستر هاي، المشكلة بالجروب اللي مربوطة بالإستر. It's a bulky group that will affect the entrance of penicillin inside. طب شو الحل؟ طب ما بدي اعمل استر. الحل كان بصراحه كليفر، اللي هو اني احط دبل استر برودرج. يعني هاي الاستر تبعي رجعت ربطت معه شو؟ انذر استر. طيب سؤال هسه، مين من الاستر هذولا راح ينكسر؟
اللي بعيد اللي وصل لمكان الاستريز اللي وصل لمكان السايت اوف هيدروليسيس. فاذا خليني ارجع امحي هاي. اذا اللي راح ينكسر this ester. اوكي شو راح يعطيني الاستر لما ينكسر؟ شو بعطيني؟ او ماينس. علمناها وين؟ كحول وكربوكسيليك اسيد. كحول بعطينا كحول كحول وكربوكسيليك اسيد. هاي الكحول بيهمنيش الكربوكسيليك اسيد. هل هذا المركب هسه تخيل هذا بنسلم وفي عندي هنا الكربوكسيليت، هل هذا المركب اكتيف انتي بكتيريال؟ هل هذا المركب اكتيف؟ طيب اه دكتور، هل هذا المركب كربوكسيليك اسيد؟ لا هذا اسمه لا استر لسه كونه مش كربوكسيليك. اذا هذا المركب فارماكولوجيكالي ان اكتيف، فلسه انا ما صار عندي بايو اكتيفيشن لل ذس برودكت. اذا ذس از ان اكتيف. اوكي طب انا شو استفدت؟ اذا شو لازم كمان هاي ترجع شو صير لها؟ هيدروليسيس. طيب هل منطق هاي ترجع تدخل جوا الاستريز؟ طب هي مش راح تدخل، مش راح توصل للسايت اوف هيدروليسيس، فانا ما استفدت صح ولا غلط؟ شو بحكي لي اهميه هذا الانترميديت ان اكتيف انترميديت؟ اهم ما بيميز هذا المركب انه كيميكالي انستيبل. اوكي ليش كيميكالي انستيبل هذا الكومباوند؟ لانه الكربوني هاي مربوطه بتو الكترون نيجاتيف اتوم، فهاي بتسحب وهاي بتسحب. شو راح تكون هاي الكربونه؟ هايلي بوزيتيف. هاي بارشلي بوزيتيف. والاكسجين بارشل نيجاتيف. بارشل نيجاتيف. اذا كل ما زادت البوزيتيف تشارج شو بصير مركبي؟ كيميكالي انستابل. بالضبط. فشو اللي راح يصير عندي هنا؟ راح يصير عندي ري ارينجمنت، لون بير اوف الكترون تعمل لي دبل بوند، وهاي بتكسر ل اتش بوزيتيف. فشو راح تعطيني بالنهايه؟ راح كاربوكسيليك اسيد. بالضبط كاربوكسيليك اسيد which is pharmacologically active compound، وهنا البنسلين. وطبعا راح تعطيني فورمالديهايد، وبعدين فورمالديهايد ممكن يصير له اوكسيديشن يعطيني اسيتيك اسيد، سوري اسيتالديهايد يعطيني اسيتيك اسيد اند سو اون. المهم او فورميك اسيد بهمنيش، بهمني انه لما انا عملت الدبل استر برودراج ذا فارثست استر يعني ابعد استر هو اللي صار له هيدروليسيس، and this intermediate is chemically unstable so it will be spontaneously بنسميها rearranged spontaneously rearranged يعني تلقائيا بتكسر من حاله وبعطيني the active form. إذا هنا شو بكتب؟ active form. أوكي شباب واضح الميكانيزم؟ طيب خلينا نرجع نشوفها بالسلايد. هون نفس الفكرة اللي حكيتها، الاستريز راح يكسر لي الفارثست استر، بعطيني this intermediate which is chemically unstable rearranged بعطيني the active form. اوكي طبعا الفورمالديهايد ممكن بعدين يصيرها oxidation تعطيني formic acid بعدين تدخل بكريبس بهمنيش، انا المهم انه يعطيني ايش this compound which is the active form of this prodrug. مفهوم شباب؟ من اشهر البرودراجز تبعت الامبسلين في عندنا البيفامبسلين والتلامبسلين والباكامبسلين. طبعا كلهم زي ما بنلاحظ عباره عن استر ديريفاتيفز من الامبسلين. طبعا هون نفس الفكره، سامعيني؟ اه دكتور سامعين. طبعا هون نفس الشيء يعني السلايد بس بيوضح لي شو اللي قاعد بصير. هذا الاستر بينكسر بعطيني ري ارينجد سبونتينيوسلي ديكومبوز because it is chemically unstable بعطيني this active
كومباوند. ونفس الفكرة بالبكم بسلن الإستر تنكسر طبعاً بعطيني this intermediate بعدين spontaneous بعطيني الأمبسلين. طبعاً believe it or not this type of prodrug اللي سميناه double ester prodrug مش بس بالبنسلين استخدمناه. راح أذكركم فيه لما نبلش نشرح عن السيفيروسبورين. سيفيروكسيم سيفيروكسيم موجود بأسواقنا هو عبارة عن سيفيروكسيم أكسيتيل وهذا هو عبارة عن double ester prodrug. سمعتوا في الأربس؟ ها دكتور أدوية الضغط كاندي زارتان والشو اسمه. طيب الكاندي زارتان الموجود كمان بي بي بالصيدليات هو عبارة عن كاندي زارتان سايلكسيتل هو نفس الفكرة بالضبط it is a double ester prodrug من الكاندي زارتان. فهذا التوجه بالبرودرج كثير بنستخدمه خصوصا إذا كان مركبك شو ماله شو بلكي. إذا كان مركبي بلكي فأنا بفضل أعمل دبل إستر عشان يصير عندي spontaneous rearrangement. مفهوم يا شباب؟ في أحد عنده سؤال على البرودرج أوف أمبسلين؟ تمام؟ ولا بحكي مع حالي؟ لا دكتور معك. طيب بنيجي على جروب ثانية اللي هي الكاربوكسي بنسلين. طبعاً كاربوكسي بنسلين شو حطينا على الألفا كاربون؟ طلعوا كاربوكسيليك أسيد. بالضبط كاربوكسيليك أسيد. طيب هل الكاربوكسيليك أسيد بلكي جروب؟ لا. It is relatively medium to small group. فإذا هل هاي المركبات بيتا لاكتاميز ستيبل ولا بيتا لاكتاميز سنسيتيف؟ sensitive بالضبط بيتا لاكتاميز sensitive. طيب الكاربوكسيليك أسيد هل هي electron withdrawing ولا electron donating؟ donating. it is weak withdrawing weak very weak electron withdrawing. فهل هاي المركبات بتوقع تكون acid stable ولا unstable under acidic condition؟ unstable. شايفين؟ فإحنا كل مركب ممكن نسأل عنه الثلاث شغلات هذول accessibility, beta lactamase والspectrum of activity. فإذا الكاربوكسيليت it's not good electron withdrawing group بالعكس under acidic condition بصير لهذا السيستم هذا السيستم بنسميه الملونايل acid أو الملونيك acid. يعني هيك هيو موجود هون I think بالسلايد هيو كاربوكسيليت تو كاربوكسيليت مفصولين بوان كاربون اتوم شو بنسميه مالونايل او مالونيك. هذا السيستم اندر اسيديك كونديشن شو بصير له؟ طلع شو بصير له؟ دي كاربوكسيليشن بتطلع الكاربوكسيليك اسيد على شكل سي او 2. هاي وين بتسم؟ اندر اسيديك كونديشن. طلع شو اعطاني الكاربنسلين؟ رجع اعطاني بنسلين جي. بالضبط بنزايل بنسلين which is unstable under acidic condition. فاذا هاي المركبات يفضل ما تنعطى اورال because the malonyl functionality will be decarboxylated under acidic condition. وبالنهاية بحصل على أسيد سينسيتيف بنسلين. مفهوم شباب؟ الميكانيزم ما بدنا إياها. طبعا الميكانيزم هاي زي ما هي مرسومة هون بالأسهم كونسيرتد يعني بخطوة واحدة بصير عندي ديكاربوكسيليشن على شكل CO2 بس مش مطلب مش راح أسألكوا عن الميكانيزم of decarboxylation. طيب هل الكاربوكسيليت بولر أيونايزابل جروب ولا لايبوفيليك؟ بور أيونايزر. بالضبط. إذا راح يكون عليها شحنة سالبة بالدم وهاي راح يكون عليها شحنة سالبة. فإذا شو بتوقع الأكتيف على جرام بوزيتيف؟ راح تقل. قليلة. مقارنة
الجرام نيجاتيف شو قاعده بتعمل؟ راح تزيد، قاعده بتزيد. واضحه الفكره؟ فهذول الثلاث نقاط هيو، اذا مور اكتف على الجرام نيجاتيف، it is not beta lactamase resistant and it is acid sensitive because of the melanine. اذا ما بقدر اعطيهم اورال. هاي الثلاث اسئله ممكن تنسالوا عنها في الكاربوكسي بنسلين. اوكي، هسه نفس الفكره، اذا انا بدي اعطيه مثلا، اذا انا بدي اعطيه اورال and to improve the oral absorption يفضل اني اغطي الكاربوكسيليت. ففعلا من ضمن المركبات اللي طلعت للكاربنسلين مركب اسمه الكارفيسلين، it's ester prodrug، شايفين ester prodrug، او الاندنيل كاربنسلين، او في بعض الكتب بيسموه الكاريندا سيلين. فهنا اذا سالتك شو الهدف من تصنيع الكارفيسلين from the carbenicillin، ممكن تحكي لي to improve the absorption from GIT. اوكي، طبعا التيكارسلين نفس الفكره، في عندي هنا كاربوكسيليت فهو من ضمن الكاربوكسي بنسلين. ثيوفين رينج، هاي الرينج هاي الاسم تبعها، شافوا انه الثيوفين رينج ويل مينيمايز the possibility of decarboxylation، يعني وجود الثيوفين منعت الكاربوكسيليت من يصير لها decarboxylation. اوكي، بس مش مطالبين بالميكانيزم. anyway معظم هاي المركبات ما بنعطوا اورال، هم عادة بنعطوا انترافينوس او انترا ماسكولار. اوكي، هذا الجزء ما بدنا اياه. ماشيين معي شباب؟ دكتور طيب. خلينا نيجي على جروب جديدة اللي هي اليوريدو بنسلين. يوريدو بنسلين من اسمها يعني يوريا جروب. يوريا جروب محطوطة على الألفا كاربون، يعني زي ما بتلاحظوا احنا كل الموديفيكيشن وين تم؟ على الألفا كاربون. اليوريدو جروب شو أهم ما بيميزها؟ البولاريتي. أوكي؟ فإذا هاي المركبات more active على الجرام نيجاتيف. أوكي؟ هاي شغلة. النقطة الثانية المهمة باليوريدو جروب إنه إضافة اليوريدو جروب، طلعوا هون، it will better mimics the longer segment of peptidoglycan. يعني لما أنا ضفت اليوريدو جروب هذا الجزء صار يشبه البيبتايدوغلايكان. إذن هل بتتوقعوا ارتباطه في الترانس بيبتايديز يتحسن ولا يصير أسوأ؟ بتحسن. فخلينا نشوف هون، طلعوا الديالة ديالة والدي بيبتايد تشين عاملة interaction with trans peptidase. فإذن كل ما صار مركبي أشبه بالسبستريت صار إله فرصة أكبر يعمل better interaction. وفعلا the uridine group has improved the interaction with the trans peptidase. فإذن إذا سألتك شو وظيفة اليوريدو جروب بدك تحكي لي شغلتين، شو هم حكينا؟ واحد polarity and to improve activity against gram negative bacteria. وشو السبب الثاني او الفائده الثانيه؟ improve interaction with the transpeptidase because mimic the peptidoglycan. It mimics the structure of peptidoglycan. هذا الهدف من اضافه اليوريدو. طبعا اليوريدو جروب خصوصا إذا كانت بلكي، يعني مثلا يمكن البايبرسلين هون صار في عندي إيثيل جروب، عندي المزلوسلين في عندي هنا الميثيل سلفون، فكل ما زادت البلكنس هون كل ما صار مركبي مور ستيبل تاورد اللي هو البيتا لاكتاميز والبنسلينيز.
هم in general اليوريدوسايت chain doesn't protect the beta lactam from penicillinase. فستيل لسه هاي الجروب مش كبيرة كثير لتمنع، مع انه المزلو والبايبيرا is more stable than الازلوسيلين. اوكي شباب؟ اوكي دكتور. طيب طبعا اليوريدو بنسلين زي ما حكينا اهم بميزهم انه البيتر اكتيفيتي على جرام نيجاتيف، ومع هيك هاي المركبات عاده يستخدموا ان كومبينيشن with امينو جلايكوسايدز. اكيد سمعتوا في الامينو جلايكوسايد صح؟ اوكي فاذا الامينو جلايكوسايد they are normally given in combination with the uridine penicillin. اوكي يعني مثلا البايبيراسيلين بنعطى مع الجينتامايسين في علاج ال I think الاندوكارديتس. الكاربينسيلين مثلا بنعطى مع ال I'm not sure ستريبتومايسين او بروموميسين في علاج الانترايتس التهاب غشاء الامعاء. ماشيين معي شباب؟ اه دكتور. كثير من الحالات بنفضل نعطي combination between two drugs خصوصا عشان اتجنب البوسيبيليتي اوف ريزيستنس. Okay. ويفضل التو دراجز اللي انا بعطيهم يكون لهم different mechanism of action. فالامينو جلايكوسايدز راح نتعلم عليهم على شو بيشتغلوا؟ على البروتين بايوسينثيسيس، بينما الامبسيلين والبنسيلينز بيشتغلوا على ايش؟ على الوول وول انهبيتور. واضح تمام. تمام شباب؟ خلينا تمام دكتور. تمام تمام. طبعا الايفكت اوف اسيل اسايل امينو جروب حكينا عنها، يعني هنا عباره عن تلخيص للحكي اللي حكيناه بخصوص الموديفيكيشن اللي راح يتم على الاسايل جروب، وحكينا هاي الجروب شو اهميتها، whether it is electron withdrawing group to improve the acid stability, whether it is bulky group to improve the beta lactamase stability, and whether it is polar or lipophilic in order to improve the spectrum of activity. طيب وهذا كمان السلايد بيحكي عن السايد تشين وتأثيرها على الاكتيفيتي والسبكترم اوف اكتيفيتي. فاذا بشكل عام هيدروفيليك جروب ويل امبروف اكتيفيتي اجينست وات جرام نيجاتيف. جرام نيجاتيف الهيدروفوبيك جرام بوزيتيف. اذا بتزيد الاكتيفيتي على الجرام بوزيتيف اكثر منها على الجرام نيجاتيف. طبعا في نقطه مهمه هنا انه لما بلش يعمل موديفيكيشن للبنسلين جي عشان يزيدوا الاكتيفيتي على جرام نيجاتيف جربوا يضيفوا البولر جروب في اكثر من موقع، من ضمن المواقع طلعوا على البنزين رينج. طبعا على غير المتوقع اضافه امينو جروب على البنزين رينج ما حسن الاكتيفيتي على الجرام نيجاتيف. اوكي يعني البنسلين تي ما وصل على الاسواق، بنسلين ان ما وصل على الاسواق. اذا انا بدي البولر جروب اقرب ما يكون على ايش؟ على جسم البنسلين، يعني على الالفا كاربون. مفهوم شباب؟ مفهوم دكتور. مفهوم دكتور. فاذا البولر جروب
انضافت بس على الألفا كاربون and it will improve the binding أو ال penetration into the gram negative pathogen. Okay. آخر إشي نحكي عن the clinical applications وزي ما حكينا قبل شوية إنه في بعض المركبات زي اليوريدو بنسلين والكاربوكسي بنسلين عادة يستخدموا in what in combination. بالضبط خصوصا في علاج اللي هم life threatening infections such as pseudomonas aeruginosa endocarditis هاي الشغلات. طبعا ال old generation penicillin زي البنسلين G وبنسلين V mainly active when gram positive bacteria. الامبسلين والاموكسيسلين broad spectrum. طبعا الجرام نيجاتيف مش كل جرام نيجاتيف ممكن تقتلهم الاموكسيسلين. يعني مثلا الاموكسيسلين يستخدم في الهيموفيلس انفلونزا بالنيسيريا جونوريا بس هو مينلي اكتف على جرام بوزيتيف. يعني لما يجيني مريض معه تونسيلايتس بفضل اعطيه هاي الديريفاتيفز اموكسيسلين او امبسلين. بينما chest infection because it is caused by what chest infection واللور respiratory tract infection pseudomonas aeruginosa جرام نيجاتيف بشكل عام. يعني هي بغض النظر شو كانت لا سودوموناس هاي بالسيفير كيسز. يعني فلما يكون في عندي chest infection lower respiratory tract infection ما بنفضل نعطي الاموكسيسلين او الامبسلين. اوكي طيب اخر شيء هاي سمري للمركبات اللي مرت معنا كلها وشرحناها بالتفصيل. طبعا حكينا عن الاسيد سنسيتيفيتي حكينا عن الابزوربشن وحكينا بعض هاي المركبات لا تعطى اورال because they are highly polar. طبعا شايفين هنا يعني كل المركبات الكاربوكسي واليوريدو they are not given oral بينما هاي مركباتنا في لها good oral absorption زي الاموكسيسلين او الامبسلين and so on. روتين بايندينج ما بهمني كثير بس اذا جبت لكم مقارنه بين تو كومباوندز بدك تعرف مين تتوقع يكون بيتر بروتين باوند. اوكي حكينا تو فاكتورز افكتنج البروتين بايندينج اللي هم ايش مين بذكرنا فيهم اللايبوفيليسيتي والايونايزيشن. طيب اللايبوفيليسيتي علاقه طرديه ولا عكسيه طرديه. طيب والايونايزيشن الايونيزيشن تكون الشحنة السالبة بالضبط. عشان هيك مركب لما يكون عليه اسيديك جروب البروتين بايندينج تبعه راح يزيد. مركب لما يكون لايبوفيليك طلعوا هاي مركبات لايبوفيليك هايلي لايبوفيليك قديش البروتين بايندينج تبعها. بينما المركب لما يكون عليه شحنة موجبة زي الامبسلين والاموكسيسلين قلت البروتين بايندينج. اوكي اتوقع كل هاي الشغلات شرحناها بمحاضرتنا او يعني خلال شرحنا للبنسلين. Do you have any question شباب على محاضره اليوم؟ يعني بدنا نخلص اليوم المحاضره ابكر شويه. طبعا المحاضره الجايه راح نحكي عن البنسلين هايبر سنسيتيفيتي وكيف الناس بعض الناس بكونوا اليرجيك للبنسلين. هاي نقطه. ونقطة ثانية راح نحكي عن الديفرنت دوزج فورمز. طبعا هاي شرحناها بطريقة أو بأخرى يعني يمكن راح تكون مراجعة. وبعدين راح نحكي عن السينرجيزم وإن شاء الله محاضرة الجاية راح نبلش بالسفالو سبورينز. أوكي شباب تمام دكتور. في كان سؤال مش عارف إن شاء الله يا ميساء. ميساء بتسأل عن المحاضرة ان شاء الله اليوم بنزلها. طبعا انا اليوم راح احدد موعد الكويز والماده تبعته على الاي ليرنينج وبودي لكم مسج على الواتس. يعني احتمال يكون يا السبت يا الاحد ومش راح اختار ماده كبيره وعاده راح يكون متاخر يعني بعد السبعه. يعني بتكونوا مخلصين اذا في كوزات اذا في مثلا محاضرات تكونوا مخلصين. اوكي شباب بس دكتور شغله بعد اذنك اذا حطيت السبت على الساعه 8 عندي كويز يعني يا قبل الثمانية بعد احتمال احطه على يوم الاحد مش يوم السبت.
خلص تمام ان شاء الله. شكرا دكتور. حتى اذا في اي مشاكل شو اسمه يعني بنعدل، ما في اشكاليه. خلص تمام، شكرا دكتور، يعطيك العافيه. خليكم معي بس، خلينا ناخذ حضور وغياب سريع.